هاي تاني مشروع لأننا نحنا منصوره بهي المنطقة. في عنا أكثر من مشروع بس ولكن هاي عندنا المشروع لفت انتباهنا كتير. واليوم نحنا عم نصور لكم يا المنطقة هي منطقة أفجلر يعني اللي بالعربي بتعني الصيادين. واليوم معنا نادين رح تشرح لنا أكثر ليش الناس كتير مهتمة بهي المنطقة وليش كتير حابينها. مرحبا نادين. طبعا انت مسؤوله المبيعات الدوليه بهذا المشروع. نعم. لو تحكي لنا عن هاي المنطقه. منطقه أفجلر الحقيقه هي منها منطقه جديده، هي من المناطق القديمه بمدينه اسطنبول. ميزتها انه الخدمات متوفره فيها بشكل كثير كبير، من جامعات، من مدارس، من مواصلات، اي شيء بيخطر على بالك من خدمات اجتماعيه موجوده بالمنطقه. اضافه لهالشيء هي قريبه على سنتر المدينه. طبعا. يعني المسافه عم تكون تقريبا بحدود 30 كيلومتر فقط عن السنتر، عن المناطق السياحيه. وبنفس الوقت خدمات عم بيكون موجوده، خدمات المواصلات من متروبوس بالاضافه للمينيبوس. يعني بشكل عام هي منطقه خدميه، لهيك هي مرغوبه من قبل الناس، مولات تجاريه، اسواق، اي شيء بيخطر على بالك عم بيكون موجود بالمنطقه. طب لما عم تقولي مولات تجاريه، اقرب مول لنا هو انه مول؟ اقرب مول بالحقيقه عندنا مولين او ثلاثه عم بيكونوا قريبين كثير، اقل من 1 كيلومتر. عندي سيتي سنتر، عندي اكتوريوم مول على الايبش، وكمان عندي البليكان مول كمان من المولات القريبه. يعني اقل شيء عندنا 3 مولات بتروحهم مشي. معناتها للعائلات انا بظن كثير بهمهم انه يكون مثلا حواليهم جامعات لاولادهم مثلا. هلا الجامعات متوفره بشكل كثير كبير، معروفه منطقتنا منطقه جامعات. طبعا اقرب جامعه عم تكون جامعه أفجلر اللي هي جامعه حكوميه بتستضيف 18,000 طالب بالسنه. وايضا عندي جامعات كثير خاصه، جليشم، دوا، هدول ايسنيورت، هدول الجامعات كلهم جامعات خاصه ايضا قريبه عم تكون بحدود الواحد كيلو لاثنين كيلومتر، بالاضافه طبعا للمدارس الانترناشونال والمدارس كمان الحكومية متوفرة بشكل كتير كبير بالمنطقة. طب خلينا نشوف ليش الناس كتير حابين هذا المشروع، شو رأيك شرحي لنا عنه شوي؟ أوكي. أوكي ممتاز. نحن اللي عم نشوف الثلاثة زائد واحد قلتي لي ما؟ بالضبط، ثلاثة زائد واحد عم بتكون مساحتها الإجمالية 183 متر مربع، وأيضا عم تكون مساحة النت تبع 129 متر مربع. كل الشقق عم بيكون فيها السمارت هوم سيستم يلي من خلاله فينا نتحكم بالكهرباء، بالمي، بكل شيء موجود بالشقة، حتى عن طريق أبليكيشن عن بعد فينا نتحكم بكل هالقصص. عندي هاي الخزائن هون بتكون موجودة بالكريدور بكل الشقق، مع كل الشقق بتتسلق. بكل الشقق بيكون في عندي هاي الخزائن بهذا الشكل. هون عم بيكون عندي المطبخ. اوكي. قديش مساحة المطبخ تقريبا مثلا بهي الشقة؟ يعني تقريبا 22 متر. 22 متر مع البلكون، عم بيكون في مع بلكون فرنسي. ايضا الارضيات عم تكون هاي كواليتي سيراميك بالكريدور والمطبخ. الخزائن كلها بتكون موجودة بهذا الشكل، كمان من النوعيات الفاخرة جدا. ايضا بالنسبه للادوات الكهربائيه عم نسلم الكوكر والفلتر، وايضا بنسلم الفرن مع المطبخ. الماركه كانه المانيه تبع بالضبط. هي طبعاً. من اجمل واحسن الماركات الموجوده. حلو. طيب الجلاية طبعا ما بتتسلم والبراد ما بتتسلم، هاي بنجيب لكم اياها هديه بس تشتروا من عندنا. تمام اوكي موافق. موافق تمام. الزهديه نحن موافقين اكيد. بالضبط. طيب. هلا الصالون عم تورجينا كانه؟ هون الصالون مساحته عم تكون بحدود ال 35 متر. أوكي. هلا الميزه الحلوه بكل الشقه انه عندي النوافذ، الشبابيك عم بتكون حجمها كبير، ارتفاع من الارض للسقف. أوكي. هيك بنستفيد من الاضاءه، من الاطلالات. ايضا من الميزات هي ارتفاع الاسقف عندنا، يعني الارتفاع عم بيكون 3.15، النورمال بالعاده بيكون 3.85-90 بهالحدود. فارتفاع الاسقف بيعطي مثل ما بتعرف وساعة للغرف. صحيح. هي ميزة كمان من ميزاتنا. التدفئة عم تكون مركزية أيضا. بنسلم مع كل شقة اي سي، المكيف بيكون داخل التسليم. طبعا. بكل صالون بالشقة. باقي الغرف بيكون فيها التمديد او السيستم جاهز، حبينا نحن نركب ايضا تكييف. اجمالا نحن هون باسطنبول نهتم بالتدفئة اكثر. صح، لانه كثير برد. طيب لا بس اليوم الجو حلو. اليوم منيح كانه، بس امبارح بالليل كان جدا برد. هلا هون عندي الحمام. الحمام
بيتسلم بالكامل مثل ما شايفينه، بيكون الخزائن موجودة، الأرضيات، الجدران عم تكون سيراميك، كمان سيراميك الأرض بالضبط عم تكون سيراميك، كمان بيتسلم بالكامل مثل ما هو. عندي هون غرفتين للأطفال، واحدة منهم عم بيكون مع بلكون، كمان من ال في عندي كمان هون اللاندري روم، غرفة الغسيل، هاي اللي بتجي مع المساحات الكبيرة يعني مع التريبلس وان الدوبلكس. ايضا عندي نظام دوبلكس ما حكينا عنه قبل شوي. في دوبلكسات. نعم دوبلكسات عم بيكون مع 2+1 و 3+1 دوبلكسات، 2+1 3+1 4+1. عندي كل الدوبلكسات بيجي معهم حديقة، بيجي معهم بلكون وبيجي معهم حديقة. واو بالضبط، ممتاز المساحات المتوفره بالمشروع. هلا هون نحن انا كاني جوات الووك ان كلوزت بالضبط. هلا هاي الدريسنج روم بتجي مع 3+1 وشقق الدوبلكس كلها عم بيجي مع دريسنج روم مع الماستر روم. ايضا كمان من الميزه الحلوه طبعا بيجي مع الباثروم. والمساحه تبع الماستر روم المساحه تقريبا بحدود 22 متر 22 متر مع الدريسنج روم طبعا. مع الدريسنج روم بالضبط. دريسنج روم جدا ممتاز على فكره، انا بدي دريسنج روم ما بدي هذا. فينا ننفذ اي شيء موجود بالشقه ننفذها، اذا حبيت اي شيء انت موجود فينا ننفذها. طبعا الشركه القائمه على ديكوريشن هي نفسها بترجع بتنفذ لك نفس كل شيء موجود بالشقه اذا حبيت. طيب معناتها هاي نحن شفنا الشقه النموذجيه بشكل كامل. شكرا كثير، اهلا وسهلا. Everything comes at a price, yeah. The way I've been spending my time, burn it all to the sunlight. I keep it real and all the way, yeah. Don't see a point, maybe it's too late. I saw the end game way before, and how am I fool at the do it out of it. I got a heart to fix for it breaking too. Think I'm paranoid, I don't know who to trust. I think I had enough, now this ain't adding up. No matter where I go, it always feel the same. It always feel the same, yeah. I heard them say I'll take the pain away. مشروع كليت أب جلر بيعتبر هو أكبر مشروع بمنطقة أب جلر لأنه بيتألف من أربع مراحل. طبعا نحن حاليا على وشك الانتهاء من المرحلة الأولى، المراحل الثانية رح تكون خلفه مباشرة امتدادا لبحيرة كوتشوكتك مجي. المرحلة الأولى مساحتها 9600 متر مربع، مؤلفة من أربع بلوكس. عندي نظام الشقق مختلف، خليني أقول الكونسبت متنوع بين هوم أوفيس وريزيدنس. الهوم أوفيس، الهوم أوفيس يعني بالقصد إنه هو فيك تستعمليه كشركة كمان؟ بالضبط. الهوم اوفيس عندنا اثنين اوبشنز للاستخدام، يعني عندي فيني استخدم هذا اي شقه خليني اقول كاوفيس او كمكتب او كسكن. اوكي هاي هي الميزه الحلوه بالهوم اوفيس. اضافه لهذا الشيء عم بيكون الكادفي تبعه 1% بس. تمام. بالعاده الهوم اوفيس الكادفي بيكون تبعه 18%، هي ميزه من ميزات المشروع. ممتاز. ايضا عندي الشقق السكنيه يلي عم بيكون فيها بلكون، يعني عندي البلكونات عم تكون باغلب الشقق السكنيه. أوكي. كمان ايضا عندنا مول تجاري، هذا المول عم بيكون طابقين، عندي طابق تحت الارض وطابق على سطح الارض. بالضبط. كم محل عم بيكون فيهم؟ 75 محل تجاري. اوكي بالضبط. الطابق اللي فوق المول التجاري عم بيكون عندي مكاتب، عم تكون تقريبا 52 مكتب. أوكي. تجاري ايضا. بعدين نحن بنطلع هون بالشقق السكنيه. أوكي. هلا الخدمات المتوفره بهذا المشروع عم تكون متنوعه وكثيره. ارتفاع البناء عندي عم بيكون 8 طوابق، الطابق السابع عم بينتهي الشقق السكنيه، الطابق الثامن عم بيكون الفاسيليتيز او الخدمات الموجوده بالمشروع. يعني انا عندي الطابق الثامن كله متاح لكل سكان المجمع. أوكي. طبعا باطلالات على بحيره كوتشوكتك ماجي وايضا على بحر مرمرة، يعني انا شقتي ما فيها اطلاله بحر، ممكن انا بستفيد من اطلاله المشروع على البحر والبحيره باستخدام هيئه الراسات. عم بيكون فيها اماكن للجلوس للاستراحه، سينما مفتوحه، اماكن خاصه للباربيكيو، وايضا عندي غرف للاطفال عم بيكون فيها اكتيفيتيز متنوعه، بلياردو، بلاي ستيشن، وايضا سينما مغلقه
وايضا ميزه حلوه هي الغرف الفندقيه الموجوده عندي. الغرف الفندقيه بنستخدمها طبعا للضيوف حتى ما نحجز باوتيل، فينا نستخدمها طبعا باجور بتكون رمزيه جدا لاصحاب الشقق. هاي بالنسبه للفاسيلتيز. وايضا عندي بقسم الهوم اوفيس عندي غرف الميتينجز، يعني فيني انا استخدم الغرف في حال كان الاوفيس تبعي صغير، فيني استخدم ايضا هاي الغرف. بالنسبة للمسابح الموجودة عندنا، عندنا مسبحين. مسابح؟ نعم. مو مسبح واحد. مسابح، عندي مسبح للأطفال. أوكي. مفتوح، وأيضا عندي مسبح للكبار، المسبح العائلي. أيضا باقي الفاسيلتيز عم بتكون بمداخل المسابح اللي عم بيكون في عندنا الفول جيم، اليوغا، الستيم روم، الساونا، عم بيكون كل شيء موجود بمداخل المسابح. هاي بالنسبة للخدمات الموجودة بالمشروع. انت حافظه المشروع يعني مو طبيعي. لانه بحبه. فبدي احاول اسالك كتير. سؤال انت فورا بتكون عم تجاوبي. لانه بشوفه عن جد من المشاريع المتكامله، كل شيء فيه. شو بيخطر على بالك؟ سينما موجود، مول موجود، تراسات، اماكن باربيكيو، كل شيء موجود بالمشروع. يعني انا لو ساكنه بهذا المشروع ما حاضطر اطلع برا المشروع، كل شيء موجود عن جد بالمشروع. ممتاز. الشغلة الحلوة بالمشروع ما حكينا عنها هي وجود دوبلكسات. عندي الدوبلكسات عم بيجي مع حديقة، أيضا بيجي مع بلكون بالطابق الثاني. كمان عم تبلش المساحات من 2 بلس 1 لل 4 بلس 1 بالنسبة للدوبلكسات. أما باقي الشقق النورمال عم تكون من الاستوديو لل 4 بلس 1 أيضا. من استوديو لل 4 بلس 1 الشقق العادية. بس الدوبلكسات المساحة الجنينة قديش تكون الحديقة؟ عم تبلش المينيموم عندي 15 متر، مساحة كتير كبيرة طبعاً، عم تكون من عزلة تماماً الحديقة عن باقي الحدائق بالدوبلكسات الثانية. ممتاز جداً، معناتها شو ما بدك تحط فيها عندك مساحة لإلك. ممتازة كتير. طيب لازم تفكر معناتها تشتري عنا لإلك. نحن اوكي خلاص مالها رح نجي. رح استنى صحي المشروع انتو ديت سلام شان انا بدو ديجي استنى بشهر 3 بمارش نهاية مارش ببلش عنا التسليم. تسليم قريب كتير. الطابو جاهز ايضا اللي حابب ياخد الجنسية. ايضا في عندي نظام الاقساط كمان. الاقساط عم تكون على سنة وعندي على سنتين كمان. اقساط مريحة. معناتها الدفعة الأولى قديش عم تكون؟ 50%. 50% ولسنة أو سنتين؟ أو سنتين بالنسبة للأقساط. أوكي. طيب معناتها نحن كان اليوم معنا نادين وحكيت لنا عن مشروع كوليت أفجلار، حكيت لنا بالتفاصيل التفاصيل عن كل شيء بالمشروع. بس إذا في عندكم أي سؤال نحن أكيد موجودين لنجاوبكم بأي وقت. فيكم تتواصلوا معنا عن طريق السوشيال ميديا أو عن طريق الويب سايت اللي هو maximumproperty.com. بنهاية هذا الفيديو بدي أشكر كتير نادين، وشكرا كثير لكم ونهاركم سعيد.